السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة وسلامة دايما يا رب، وفي افضل حال دايما يا رب. تصريحات جديدة على لسان محمد شقيق الفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب بخصوص دخولها المستشفى وحجزها في المستشفى. محمد طلع وقال ان اخته مش ما فيش قطع في الرباط الصليبي في رجليها، زي ما احنا كنا طلعنا في فيديو سابق واتكلمنا، طلع في حوار كبير جدا. تعالوا نحكوه كده نحكي تعالوا نحكيه كده بالتفصيل واحده واحده عشان تفهموا القصه جايه منين. القصه جت من عند محاضر وبلاغات شيرين كانت مقدماها في حسام حبيب بعد الانفصال ما بينهم. ولكن حسام حبيب ما رضاش يسيب حقه وقال انه لازم يدمر، او هو كان ناوي على تدمير الفنانه الكبيره قديره شيرين عبد الوهاب بالاتفاق طبعا مع الاستاذه ساره الطباخ. اتفق هو وساره الطباخ على ان هم لازم يدمروا شيرين عبد الوهاب. اتفقوا مع بعض على تدميرها خالص وكلموها وقالوا لها خلاص تعالي انا هعمل لك توكيل بالتنازل عن العربيه وارجع لك العربيه وارجع لك كل حاجتك مقابل ان انت تتنازلي عن كل البلاغات اللي انت مقدماها ضدي. وبالفعل عمل لها توكيل، رغم ان التوكيل دلوقتي في حاله شيرين عبد الوهاب سهل جدا الغائه وترجع كل حاجه كما كانت عليها. المهم ان هو ساعتها عمل لها كل ده مقابل ان هي تتنازل عن البلاغات والمحاضر. وشيرين فعلا راحت فعلا وتنازلت عن البلاغات وتنازلت عن كل المحاضر اللي كانت عاملاها في حسام حبيب، الا ان حسام حبيب ما تنازلش عن ولا محضر ولا بلاغ ضد الفنانة شيرين، بل وما كفهوش كمان قاموا او قام هو وسارة الطباخ بتدميرها حتة ان هما يعلموها الادمان على المخدرات. وبالفعل فعلا اتفقوا مع بعض وجابوا شيرين عبد الوهاب وبدأوا يدوها المخدرات واحدة 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 لحد ما اصبحت مدمنة. ودي كانت تصريحات على لسان محمد شقيق الفنانة الكبيرة. طبعا محمد ده شقيق الفنانة الكبيرة ما حبش ان هو يسوق صورتها قدام جمهورها وما حبش ان هو يقول كلام خطير زي ده قدام جمهورها. كمان كانت الفنانة عندها حفلة خارج مصر، يعني المفروض ان هي كانت المفروض تكون كمان اسبوع، فهو طلع بحتة ان الفنانة تعرضت لقطع في رباط الصليبي في رجليها هيؤدي الى عدم سفرها وعدم حضورها الحفلة، وبكده تلغي الحفلة وبكده ما يكون محدش من الجمهور يعرف حاجة، الا ان حسام حبيب راح واشتكى او راح وقدم بلاغ في شقيق الفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب. ومن هنا طلع محمد شقيق الفنانة قال لا، بدل ما هو اللي يقول كلام حصل شوية اتحبس انا او يحصل ايا كان، انا اللي هطلع مع الاعلام الكبير عمرو اديب وانا اللي هتكلم وانا اللي هقول ايوه اختي مدمنه مخدرات، واحنا حفاظا على صورتها قدام جمهورها وحفاظا على شكلها وحفاظا على الغاء الحفل اللي كان في انتظارها هنقول ان انا ضربتها او اي حاجه. المهم ان حصل قطع في الرباط الصليبي، ولكن كل ده ما حصلش، وده اتاكدوا منه لما النيابه العامه بعتت حد من النيابه بيكشف على الفنانة، ولقيت بالفعل الفنانة نايمة في المصحة النفسية، مفيش أي قطع في رباط الصليبي ولا في أي حاجة خالص تعيق الفنانة إلا إدمانها. كمان حسام حبيب حاول إن هو يدخل للفنانة، ولكن الفنانة رفضت، شيرين رفضت وقالت لا أنا مش عايزة أشوف وشه تاني في حياتي خالص، ورفضت إن هي تشوفه. وبناء على ذلك طلع تسجيل صوتي أو طلع تصريح يعني بان حسام حبيب قال ان شيرين كانت اكبر غلطه في حياتي وان هو ندمان على معرفته بشيرين عبد الوهاب. اللي قدام الكاميرا شيء واللي ورا الكاميرا شيء تاني خالص، بنضحك وبنهزر وبنمثل وبنلعب وبنتنطط، لكن جوانا وجع السنين. فنانه زي دي اخر حفله ليها كانت ورده طلعت وغنت وهيصت وفرحت، لكن ما حدش لاحظ عليها ابدا ان هي كانت مدمنه او ان هي كانت بتتعاطى المخدرات. بالمناسبه كمان
علشان في ناس قالوا لازم شيرين عبد الوهاب لازم شيرين عبد الوهاب تتعاقب، ولا هي ما بيجيش الا على الغلبان. الغلبان ده خد المخدرات بكيفه بكيفه وبإرادته، انما شيرين كانت ضحيه كبيره جدا لسارة الطباخ ولحسام حبيب، ولولا ان اخوها عمل اللي عمله ده كان زمان شيرين النهارده ضايعه. كمان بالمناسبه على فكره، حسام حبيب كان ده كان ناوي يدخل ليه شيرين عبد الوهاب علشان يفوتها ويخرجوا بره، عايز يخرجها من المصحه على اساس انه لما ياخدها بره يقول لها هعالجك وهنعمل وهنكمل علاج بس وانت معانا. وده طبعا ما كانش هيحصل، كان اللي هيحصل ان هو هيزودوا جرعه المخدرات او هيخلوا حالتها تسوء اكتر فاكتر وتخسر كل حاجه. طبعا احنا مش عايزين نطول كتير طبعا في قصه حياه الفنانه ولا ايه اللي بيحصل ده، طبعا عشان خاطر بناتها ربنا يا رب يتولاهم برحمته، عشان لو هم في مدرستهم لو هم مع اصحابهم ما يكونش فيه سير اكتر من كده. عايز اقول ان الاخ سند والزوج سند والاب سند، واي راجل موجود في حياة اي واحدة سند. بلاش تخسروا الثقة اللي ممكن تكون اي واحدة اديتهالكم. ان اختارك سند ده شيء كبير جدا، حاول تحافظ عليه، بلاش تحطمه وتضيعه. انك تخليني ادمن وابقى مبتعث مخدرات وانا فنانة كبيرة وليا اسمي ما بنيتهوش بالساهل وتعبت فيه ملوش معنى، ملوش معنى. دمر بني آدم، دمر فنانة، دمر كيان. أنا من هنا من مكاني هنا بطلب بمحاكمة حسام حبيب وسارة الطباخ، وبقول للفنانة ربنا يشفيكي ويعافيكي من أي سوء ومن أي شر ويردك لينا بالسلامة، وترجعي الفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب اللي كلنا استنيناها. وبشكر محمد أخوكي وبديله مليون تعظيم سلام إن أنت كنت قد المسؤولية وكنت أنت السند اللي كان لازم يحمي أخته. كانت معاكم المستشارة القانونية أمينة سيد، على لقاء آخر وفيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم.